مطالبنا هي بالدرجة الأولى ملف 19801 الأسماء الخاصة بالأقضية الخارجية التابعة لمديرية تربية البصرة، والاعتراضات والتظلمات التي تم استلامها من قبل الشعبة القانونية لجنة الاعتراضات. لغاية اللحظة لم يصدر لهم أمر عقد، لغاية اللحظة لم يتم تنسيبهم على المدارس، علما أن جميعهم هم اختصاصات تربوية مقبولة والمديرية والمدارس بحاجة ماسة لهم. فهذا مطلب أساسي احتصمنا من أجله. المطلب الأساسي الآخر هو 52000 الذين تم نشر أسمائهم ضمن وجبات التعاقد 16 وجبة من قبل مديرية تربية البصرة. البعض منهم لغاية اللحظة لم يصدر أمر عقده ولم يتم تنسيبه. نطالب بتعويضهم من الدرجات الشاغرة لدى مديرية تربية البصرة والتي بلغت أكثر من 6000 درجة شاغرة، بدلا أن تذهب هذه الدرجات للمتنفذين والأحزاب والكتل السياسية التي تتنافس عليها حاليا. يجب أن تمنح لمن تم نشر اسمه والمحاضرين والإداريين ضمن وجبات التعاقد، الذين يعتبرون أصحاب الملف الحقيقي والواقعيين على أرض الواقع، وهم متظاهرين اليوم يطالبون بحقوقهم وإنصافهم وتعويضهم بالدرجات الشاغرة. الملف الثالث هو خاص بال 641 اسم الذين تم حذف أسماءهم عمدا أو سهوا لا نعلم، ولكن نحمل مسؤوليتهم للجنة التعاقد والمديرية العامة. أيضا تم رفع توصيات خاصة بهم، ولكن نأمل اليوم قبل غد أنه إنصافهم وإصدار أمر عقدهم، وخرجنا من أجلهم. الملف الآخر والأخير هو ملف التشابه. هناك أكثر من 2000 اسم متشابه وليس متكرر، ولكن المبرمج وللأسف الشديد أثناء عملية إعداد القاعدة عمل على حذف التكرار. يعني اسم درجة متقدم عليه أكثر من 10 أسماء هم متشابهين، مثلا محمد حسين محمد أكثر من 10 أسماء مقدمين على نفس الدرجة. كان يتوقع المبرمج أنه هذا الاسم متكرر، وهو بالأصل ليس متكرر بل متشابه. تم حذف التكرار للأسف الشديد وبلغ عددهم أكثر من 2000 اسم. أيضا خرجنا من أجلهم ومن أجل أنصافهم. طبعا إحنا اليوم ليست مظاهرة، نحن اليوم اعتصام، والدليل خرجنا الساعة 10 ليلا. سوف نعتصم نبات أمام مبنى المديرية ونحمل المسؤولية للجميع دون استثناء، مدير عام ولجنة التعاقد، وزير تربية، نواب البصرة، النائمين باستثناء نائب واحد أنا دائما ليس مروج له، بل بقدر ما كلمة حق تقال. نائب عدي عواد أمس التقى بينا وتوجه إلى بغداد لغرض المتابعة مع وزارة التربية ووزارة المالية على اعتبار بعض التوصيات تم رفعها للوزارة والأخرى لم ترفع لغاية اللحظة. نحن داعمين من ساحة المطالبة لمساعي في بغداد، ونحن ضاغطين ومستمرين بمطالبنا، لن نتراجع ولن نجلس إلا على حقوقنا وما ضاع حق وراء مطالب. طبعا احنا ملف 19 احنا بالأصل 35، هسه احنا ما عندنا فرق، نكون ملف 19 52 35 ما عندنا مشكلة. احنا خريجين وصار لنا فترة وحتى أعمارنا كبرنا يعني، وجاي نقدم مظاهرات، مظاهرة الشعبانية احنا موجودين، المظاهرات من اجت السيد السوداني احنا موجودين، كتبنا اسماءنا، قدمنا فايلاتنا، ماكو اي ردة. تريد الناشد اي شريف، اي واحد بهذا البلد عنده ضمير على خواته على اعراضه نطلع بنص الليالي بالمظاهرات؟ ليش؟ مو هذا بلدنا؟ مو هذا العراق؟ نحن اليوم معتصمين امام مبنى مديرية تربية البصرة في المعقل، وسوف لن نعود حتى نجلب كافة حقوقنا إن شاء الله. ونحن بالرغم من توفر التخصيصات المالية من قبل رئاسة الوزراء ووزارة المالية، لأنه تربية عاجزة عن إيجاد الحلول. أنا بنتي بدب الخصيب ما تقدر تجي، فأنا أجي وياها كل مظاهرات، الله شاهد علي، مظاهرات مال رمضان مال شعبانية موجودة، أنا هنا أسجل اسم بنتي وكل شيء ماكو. بنتي عمرها صار 32 سنة وهي خريجة 2013، يعني شو وقت تتعين بعد؟ قدمت على 30000 ما طلع اسمها، قدمت على مال 20 همت ما طلع اسمها، يعني وين اقدم اسمها بعد؟ انا والله الله شاهد علي، وعدت ثلاث جهال ورجلها يشتغل تاكسي كاسب ما عنده راتب. نحن بعد ان رفعت اللجنه التوصيات ولاكثر من فقره من ضمنها المتشابهون الباصمين من ال 52 وايضا المحذوفين 641 وايضا ملف 19 ملف الاقضيه، نحن اخوه وان شاء الله الكل تحصل على موافقه، وخاصه موضوع 641، موضوع 641 المحذوفين او المعروفين بالسقط وساون، هذه المفرده سقط وساون هي فقط اعلام، لكن بالداخل هي سقطوا عمدا، سقطوا قصدا. نحن انظلمنا، نحن لنا تخصيص من الوزارتين، نحن صوت لنا البرلمان، وعددنا 641 من ضمن الملف القديم ملف 35 و721. لكن عندما نشرت التربيه الملف الاخير بعد شهر رمضان لم نجد اسماءنا 641. انا خريجه من سنه 2014،
قدمت هواي مدارس أهلية لحد الآن اسمي ما طالع، لا ملف 35 أما ملف 19 طلع اسمي. قدمنا مستمسكات التربية شط العرب بس أي إجراء ما اتخذوه، بينما هم وعدونا 1/7 بأنه يعني يسوون تعاقد ويانا ويطلع اسمانا ونداوم ونباشر. عندي زوجتي طبعا من سنة 2020 من أصل المحاضرين المجانيين، وعدها كتب توثق هذا الشيء من المدرسة، وصار النهاية أكثر من 4 سنوات ننتظر. سبحان الله طلع اسمها بالوجبات وجبة 16 على شط العرب، من صارت بعدين تحولت شطرة والملفين 35 بوحد وال19 بوحد اسمها ماكو. طالب ان شاء الله من الحكومه ومن السيد وزير التربيه، وان شاء الله احنا املنا بعدي عواد اللي هو يعني من ضمن هاي قضيتنا ان شاء الله، ومن السيد محمد اللي ينظرون ان شاء الله بملفنا. اي والله، وانا قلت لك من ملف صرف لك زوجي عنه عن اسمي من ملف المره 35، وهسه ان شاء الله متامل ان شاء الله اسمي ب19، بس اتمنى يحسبون هذا الملف.